السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا على قناتي وقناتكم اللي هي دائما جميلة برستيج. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، خاصة لعشاق الجلابة المغربية واللي كيعشقوا فعلا الأناقة والتاويل فيها. هاد الموديلات هادو ديال الجليبات اللي كيكونوا منبتين بالعقيق، يعني كيكونوا طالعين كلهم بالعقيق، فقط المونتاج كتمونطا ماكينة ومن بعد كتمشي هذاك المونتاج بالضبط، يعني كيتخيط وكيتغطى بالعقيق. العقيق باش كيتخدم هو بالمكسونة. يكذب عليكم كذاب الا قال لكم انه تخدم بشي عقيق اللي يكون رخيص او غير ماشي بروميان او هذا، لانه فعلا ما كيبانش وما كتبانش جلابه وما كتطلعش زوينه. يعني هذه نصيحه مني، ما تقولوش ان لا كيكونوا غاليين او هذا، الغالي بثمنه او الزوين كما كنقولوا بثمنه، لانه فعلا هذاك العقيق او هذيك لامارك ديال هذيك العقيق هي اللي كتبين هذيك البياسه وكتعطي هذاك اللمعان، وخا تصبني وتعاودي ما كيتقشر ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. كنتمنى فعلا انكم يعني تكونوا حريصين في هذا الموضوع هذا، لان يعني عند رخصه فعلا كتخليه نص باش تلبسي جلابه مره واحده وغير تصبنيها وكيمشي العقيق او كيتلفلف، يعني كيتمحى داك البغية واللي فيه ولا كيتهرس، فراه يعني غير كتضيعي فلوس كاكا. بالنسبه لهاد الجلابات هادو اللي كتشوفوا الثمن ديالهم 1000 درهم للفوق، يعني اذا لقيتو قل غتشكو في الموضوع ديال العقيق. انا نقول لكم 1000 درهم الفوق فعلا باش كيتخدموا وباش كيتنبتوا، لانه فعلا فيهم الخدمه وفيهم بزاف ديال الاتقان بالنسبه للناس اللي كينبتوه. كنتمنى هاد الموديلات هادو يعجبوكم. قبل ما تكملوا الفيديو كنتمنى انكم تبارطاجيو، ديروا لي لايك، تنساوش تعاليقكم اللي كتشجعني على انني نحط لكم موديلات كيف كانوا دياولي او ماشي دياولي، يعني ديال اخوات اخرين. كنتمنى فعلا انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش من البارطاج، وطبعا كانت معكم جميله على قناتي وقناتكم اللي هي جميلة برستيج.